وحول هذا الموضوع أكد الدكتور فريد يعقوب المفتاح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أكد خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم شهدت المشاريع القرآنية نقلة نوعية حصد ثمارها مختلف الفئات العمرية بهدف نشر تعاليم القرآن الكريم بين الجميع. كان القرآن الكريم وأهله أحد أهم أولويات مشروع جلالته أيده الله تعالى، الذي حقق نهضة كبرى في كل المجالات والأنشطة القرآنية. وإذا أردنا أن نتحدث عن الإنجازات والمشاريع التي اهتم بها ورعاها جلالته حفظه الله، فتم طباعة القرآن الكريم بأمر من جلالته أيده الله تعالى، فأصبح لمملكة البحرين نسخة خاصة للقرآن الكريم متميزة بخط متميز للخطاط العالمي عثمان طه. وبأمر جلالته حفظه الله فتحت مراكز تحفيظ القرآن الكريم التي تضم الآلاف من المنتسبين لحفظ القرآن الكريم، وخرجت المئات من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى. وها هم حفاظ القرآن الكريم البحرينيون يجوبون البلدان ويشاركون في المسابقات الدولية ويتوجون هذه المسيرة المباركة القرآنية بإحراز المراكز المتقدمة الأولى في المسابقات الدولية.